إنها الطاحونة الهولندية، ومعانا واحد من أهم وألمع الأسماء الحقيقة اللي كان ليه مشوار طويل، طبعا نجم المنتخب الهولندي وكان ليه مشوار طويل جدا مع عدد كبير جدا من أكبر الأندية في أوروبا، البداية مع أياكس أمستردام وصول أو مرورا بريال مدريد الملكي ووصولا لتوتنهام، واستمرت المسيرة الحقيقة لفترة طويلة جدا. رافائيل فاندر فارت نجمنا النهاردة في السادسة، وتسمحوا لي في البداية طبعا أنا كنت بحبه جدا وبحب أتابعه، في لعيبة كده دايما لازم تتفق عليها ولازم تحب إنك تشوفها وتتفرج عليها وتستنى دايما لما الكرة تجيلها. فاندر فارت واحد منهم الحقيقة، وهو ضيفنا النهاردة في السادسة، سعداء بوجوده معانا، شكرا على مشاركته وأهلا وسهلا بيك على شاشة الأهلي. شكرا جزيلا على كلماتك اللطيفة. يعني استمتعنا بجزء بسيط طبعا من مجموعة لأهدافك، كنت لعيب كرة الحقيقة مميز جدا، واحد من أهم نجوم الكرة الهولندية في السنوات الأخيرة، وانت بتتفرج على الأهداف دي وبتسترجع يعني لمحات من مشوارك، ايه أكتر الأفكار اللي رجعت لك أو الذكريات اللي رجعت لك؟ أعتقد أنها كانت مسيرة حافلة. أنا رأيت فقط بعض اللقطات والتي استحضرت الذهن لي. بالطبع تذكرت واستمتعت بكل ما رأيت، كل هذه الأهداف. أنا ممتن جدا على تذكيري بهذه الذكريات. يعني محطات مختلفة وعديدة مر بها فاندر فارت في مع الكرة الأوروبية، لعب طبعا لأياكس أمستردام أكبر الأندية الهولندية، اللعب في واحد من أكبر الأندية على مستوى العالم ريال مدريد، مشوار كان جيد جدا مع توتنهام الإنجليزي. بالنسبة لك أهم المحطات أو أهم الإنجازات في مشوارك مع الكرة كانت في أي نادي منهم؟ أعتقد أن كل مكان لعبت فيه كان خاصا بالنسبة لي. أنا لعبت في أماكن عدة، لعبت في أياكس وكان الأمر رائعا، لعبت أمام تشيلسي وقد كانت ذكرى رائعة لي مع أياكس وتميزت، وانتقلت بعدها إلى هامبورغ، وكانت هذه نقلة في مسيرتي الاحترافية. نعم أديت في أياكس، فلذلك احتجت أن أنتقل لمكان أفضل ومكان أكبر في أوروبا، لذلك بعد انتقلت بعد إلى ريال مدريد. نعم لم تكن أفضل فتراتي التي لعبت فيها في أوروبا، ولكن يظل ريال مدريد هو أكبر نادي في العالم، لذلك أفضل تجربة لي كانت في ريال مدريد على ما أظن. معظم نجوم الكرة الهولندية يمكن خرجوا من نادي أياكس أمستردام، تعودنا دايما نشوف لاعبين من العيار الثقيل الحقيقة، والسؤال هنا بما انك كنت واحد من اهم اللاعبين في أياكس أمستردام، ليه أياكس ما عندوش القدرة على، ورغم ان هو اكبر نادي يمكن في هولندا، ما عندوش القدرة على انه يحافظ على نجومه؟ هل هي قدرات النادي المالية؟ هل هي رغبات أو طموحات اللاعبين اللي بيلعبوا فيه ممكن تكون أكبر شوية من الدوري الهولندي؟ لأن احنا لو بصينا للصفقات أو الأسماء اللي خرجت من أياكس كان ممكن بسهولة جدا لو قدر يحافظ عليها أن يحقق ألقاب زي لقب بطولة الشامبيونز ليج. أعتقد أن الأسباب هي مزيج بين ما ذكرت، فالأمر مادي بحت، إذا عرض عليك 100 مليون يورو فبالطبع ستذهب، وأيضا ولكني أعتقد أن أياكس نادي كبير، أعتقد أن المال هو العامل الأساسي ليس فقط للانتقال لنادي كبير ولكن السعي وراء المال. أعتقد أن أياكس أيضا ينافس على القمة الآن في أوروبا ويسعى للحفاظ على اللاعبين. إذا نظرت الآن فستجد أن الأندية حول أياكس تدفع في الصفقة الواحدة 90 و100 مليون يورو، فالأمر صعب، فالأمر يعتمد على اللاعب كذلك ليس فقط على أياكس. اللعب هو أياكس كما ذكرت يخرج الكثير من اللاعبين المميزين في كل عام، فأعتقد أن هذه فرصة جيدة. خليني أفتح معك ملف كأس العالم ومشاركة
هولندا في قطر 2022. وقبل ما اتكلم على نسخه كاس العالم اللي جايه، يهمني ارجع معاك فلاش باك، لانه اتعودنا كل جماهير الكره في العالم الحقيقه بتحترم جدا مدرسه الكره الهولنديه. الكره الهولنديه قدمت اساطير اساطير، يعني من اول يوهان كرويف، مرورا برود خوليت، فرانك رايكرد، فان باستن، دينيس بيركام، ماركو اوفرمارس، شنايدر، فاندر فارت، وغيرهم من الاسماء، فان بيرسي، وغيرهم من الاسماء اللي تألقوا. ورغم كده عجزت كل هذه الاسماء والاجيال على تحقيق لقب كاس العالم. من وجهه نظرك كان ايه السبب؟ اعتقد ان الامر يعتمد على اننا دوله صغيره، لدينا مواهب كبيره، ولكن كاس العالم يحتاج الى امكانيات اكبر ويحتاج الى حظ اكبر كذلك لتصل للنهائي. نحن كنا لم نكن محظوظين حين وصلنا المربع الذهبي ولم نفز ونصل للنهائي، ولكن حينما فزنا باليورو في عام 88 كان امرا رائعا. استطيع ان اذكر اننا في يوم ما بناء على هذا سنصل الى نهائي كاس العالم ونفوز به. الامر سيكون صعبا، سيكون تحديا، ولكن سنصل للنهائي على ما اعتقد. طبعا بيفكروني بمجموعه من الاسماء زي ادجار ديفيز، زي كلارنس سيدورف، يعني باتريك كلايفرت، كلهم حقيقه اساطير مهمه جدا في. طب نروح لكاس العالم اللي جاي، هل بتشوف انه الجيل الحالي بقياده اعتقد برضو مجموعه مميزه من نجوم الكره الهولنديه عندهم القدره على الاقل ان هم ينافسوا على اللقب؟ هل في فرص او حظوظ للمنتخب الهولندي من وجهه نظر فاندر فارت في الوصول للقب كاس العالم في النسخه اللي جايه؟ وصلنا لكاس العالم لنحاول. اعتقد ان الفريق الحالي يضم مجموعه من النجوم، ولكن لدينا ايضا بعض المشاكل. لدينا بعض المشاكل وعلى مستوى اداء اللاعبين مع انديتهم، فلذلك انا امل ان يظهر اللاعبون في افضل مستوى في كاس العالم تحت قياده لويس فان خال، فهو مدير فني مميز، ولكن من وجهه نظري هو افضل، وهو واحد من افضل المديرين الفنيين في العالم. اعتقد ان لديه الخامه، ولكن على اللاعبين هم التوافق مع مخططات هذا الرجل، ولكني لست متاكدا 100% على قدره اللاعبين، ولكن لنرى. ده يمكن يكون مرتبط شويه، وخليني اخذ بما انك ذكرت لاعبين منتخب هولندا، يعني البعض بيرى انه فان دايك نجم ليفربول ونجم المنتخب الهولندي مستواه في تراجع من بعد رجوعه من الاصابه. طبعا اصابه فينالدوم طبعا واحتمال غيابه عن البطوله هتكون طبعا ضربه مؤثره، غياب ممفيس ديباي عن المشاركه بشكل اساسي، فرينكي ديونج نفس الحكايه. هل تعتقد ده ممكن يسبب ازمه للويس فان خال وممكن ياثر على امكانيات المنتخب الهولندي في البطوله؟ اعتقد ان فان دايك لم يكن في احسن احواله الفتره الماضيه. من وجهه نظري اعتقد ان الاعتماد يكون على النجوم الذين لديك ايا كان اسمهم. اذا كان لدينا هؤلاء الاسماء، هذه الاسماء بالفعل كان سيكون لدينا فرصه اكبر، ولكن فان دايك هو خسارة كبيرة. فينالدوم كذلك، وإصابة فينالدوم أثرت كثيرا على المنتخب بالفعل. مين هينافس منتخب هولندا في مجموعته في بدايات مشواره في كأس العالم من وجهة نظرك؟ هو معاه في مجموعته قطر والسنغال وأعتقد الولايات المتحدة لو أنا متذكر. لا، قطر والسنغال والإكوادور. أعتقد أن هذا أمرا صعبا لأتحدث عن الأمر. بالطبع السنغال منتخب قوي جدا، وأيضا قطر البلد المنظم. لم أشاهد قطر كثيرا، ولكن الإكوادور فريق قوي جدا. هي مجموعة خادعة من وجهة نظري، لا نستطيع
لأن نقول من سيفوز ومن سيكون على قمة هذه المجموعة. فالمنافسة قوية، يجب علينا الحذر من هؤلاء ومن هؤلاء. فالأمر ليست مجموعة سهلة كما يبدو لنا، ربما سيكون هناك بعض المشاكل، والإحراز المزيد من الأهداف هو من سيثبت ذلك. قبل ما أنتقل لملف تاني، أنا بيتهيألي على مدار مشوارك سواء في أياكس أمستردام أو في توتنهام، وأنا عارف كمان أنك لعبت في هامبورغ الألماني، أعتقد يعني قابلت كتير من اللاعبين المصريين سواء لعبوا معاك في نفس الفريق أو واجهتهم في المنافسات المحلية. مين النجوم اللي ما يعني ما تقدرش تنساهم من النجوم المصرية اللي كانوا بيلعبوا في وقت في نفس الوقت بتاعك، وإيه أهم ذكرياتك عنهم؟ عارف إن حسام غالي أعتقد لعب ضدك كان في ايندهوفن وأنت كنت بتلعب في أياكس أمستردام في فترة من الفترات، ميدو لعب في أياكس في فترة من الفترات طبعا، زيدان لعب معاك وأنت في هامبورغ برضو. نعم، في البداية أتحدث عن حسام غالي في فاينرد، لا أستطيع أن أنسى طريقته في اللعب. أنا لعبت ضده حينما كان في فاينرد مباراتين، حينما رأيته في الملعب، حينما تواجه هذا اللعب، هو كان منتصف ملعب قوي جدا، وكان يؤدي بحماس وروح عالي. لم يكمل مسيرته في أوروبا ولكن كان لاعب رائعا. وبالطبع أتذكر ميدو، كان لدي ذكريات رائعة معه. كان في سن 18 في أياكس، هو أتى نجما لأياكس، كان يؤدي أداء رائعا، هو لاعب رائع، لاعب عظيم. وأيضا لأذكر في المستوى العالمي كان يوجد محمد زيدان كان مجرد فتى صغيرا حينما أتى إلى هامبورغ، ولكن أنا لم يكن لدينا تنسيق كبير في الملعب، حيث كان يلعب في الهجوم وكنت ألعب في المنتصف، ولكن كان لعب مميز. من الجيل اللي أنت بتتكلم عليه، ويمكن ثلاثة من أميز اللاعبين المصريين اللي خدوا تجارب احترافية مختلفة في أوروبا، وصولا لجيل محمد صلاح ومحمد النني ومصطفى محمد اللي بيلعبوا في الدوريات الإنجليزية والفرنسية في الوقت الحالي، ليه ما تكررتش التجربة في هولندا؟ ليه ما شفناش يعني تفكير من الأندية في هولندا على انتداب لاعبين مصريين تانيين؟ سؤال صعب، من الصعب. ربما ميدو قطع دابر اللاعبين الذين أتوا إلى هولندا ذات يوم. أنا ولكن أيضا أستطيع أن أقول أن دور الكشافين مهم جدا. أعتقد أن في هذه الأيام أياكس لديه منظومة، على سبيل المثال منظومة رائعة في الكشف عن اللاعبين، وينفق الكثير من الأموال على هذه المنظومة. أعتقد أن يوجد فرص كبيرة، لا أعرف سببا محددا، ولكن اللاعبين المصريين الآن لديهم إمكانيات كبيرة. ربما يكون الطموح هو الحائل أمام هؤلاء اللاعبين للقدوم إلى أوروبا. طيب أنا كلمتك على أساطير الكرة الهولندية، وكل الأسماء اللي أنا يمكن ذكرتها وأنت واحد منهم، كنت من اللاعبين المهاريين اللي الناس أو الجمهور حتى لو ما بيشجعش الفريق اللي أنت بتلعب ليه بيبقى حابب يتفرج على الموهبة والمهارة دي. لكن هل بتشوف أنه عصر المهارة انتهى؟ يعني لما بنشوف أهم الأسماء على الساحة دلوقتي بنجد أنه إما القوة أو السرعة هي بقت أهم متطلبات لنجوم الكرة دلوقتي، وتراجعت إلى حد كبير جدا فكرة المهارة والحرفنة. يعني هل أنت بتشوف أن المواهب بقت فعلا نادرة، ولا المدارس الكروية والمديرين الفنيين النهاردة بقوا بيحتاجوا السرعة والقوة على حساب المهارة؟ أنا أتفق معك تماما، حيث كان أنا حينما كنت ألعب كان الأمر صعبا، كان عليك أن تكافح وأن يكون لديك المهارة الكبيرة لتشارك. الأمر كان يعتمد على المهارة بالفعل، ولكن الآن هذه الأندية والمديرين الفنيين
يفضلون الآن اللاعب القوي، اللاعب الذي يمكنه حسم المباريات، اللاعب الذي يجري في الملعب ويقاتل. التركيز الآن في كرة القدم على هذه الأمور. أعتقد أن إذا نظرت للكرة الآن ستجدها أسرع في المسار قليلا مما كانت عليه قبل، ولكن أتمنى أن تعود هذه المهارات روبن فان بيرسي وهؤلاء اللاعبين، أن نرى تشافي وإنيستا، أن نرى هؤلاء اللاعبين وهذه المهارات مرة أخرى في كرة القدم. أنا أتمنى جدا من المدير الفنيين ومن الأندية أن يؤسسوا أكاديميات لتأسيس اللاعبين على هذه الأسس مرة أخرى. أعتقد أن هذا شيئا سيئا ألا نرى هذا مرة أخرى في ملاعبنا. أروح معك للملف الأخير، ملف الشامبيونز ليج. يهمني أعرف رأيك في قدرات أياكس أمستردام وإيندهوفن على المنافسة. أنا بفتكر يمكن من موسمين أو ثلاثة وصل أياكس للدور قبل النهائي، لكن لما أجي أبص للفريق خرج منه أهم نجومه، حكيم زياش رحل، أنتوني رحل، سيباستيان هالر رحل، فرينكي ديونج، ماتياس دي ليخت، كل النجوم دول رحلوا عن صفوف أياكس أمستردام. هل تعتقد أنه أياكس في بطولة الشامبيونز ليج عنده القدرة أنه يروح لبعيد، عنده القدرة أنه يعمل مفاجأة، ولا ظروفه الموسم ده مش هتساعده؟ نعم، أعتقد أن أياكس يستطيع أن ينافس، ولكني لا أؤمن أنه يستطيع أن يفوز بالبطولة. أعتقد منذ عدة سنوات كما ذكرت كان لدينا فريقا مميزا، فريق يستطيع أن يصل بك إلى أعلى المستويات في أوروبا، ولكن هؤلاء اللاعبين الآن في أكبر الأندية في أوروبا، لقد بيعوا بالفعل، منهم في ريال مدريد ومنهم في مانشستر، وأعتقد أن توتنهام هو الآن المرشح الذي لديه الحظ للمنافسة في هذه البطولة ليحقق المفاجأة في هذه البطولة. ولكن أياكس كان لديه الفرصة منذ سنتين أو ثلاث سنوات، ولكن ليس في هذه النسخة. لو توتنهام وريال مدريد في نهائي تشامبيونز ليج، فاندر فارت هشجع مين؟ سأشجع توتنهام. أنا لعبت في ريال مدريد، ولكن ريال مدريد بالفعل هو قد حسم 14 بطولة، ولكني سأشجع توتنهام بالفعل. رافائيل فاندر فارت، كل الشكر ليك، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، وكل التوفيق للكرة الهولندية في منافسات كأس العالم. طبعا نتمنى لكم الحقيقة مدرسة كروية لازم تنحني لها احتراما. بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك. شكرا جزيلا لكم. ده كان لقائنا مع واحد من اساطير الكره الهولنديه رافائيل فاندر فارت.